مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم الى هذه الحلقه من مباشر مع الدكتور حسن حميدي عبر تطبيق زوم. دكتور حسن حميدي الكاتب والباحث والمؤرخ، اهلا وسهلا فيك دكتور حميدي، اشتقنا لك. اهلا، وانا كمان الله يخليك. ان شاء الله بخير اخوان بالاو تي في. الحمد لله الحمد لله، والتحية موصولة كمان للزميل العزيز سوريا عاصي. تماما، خصوصا يلي استضافتنا يعني. تحية لكم دكتور. بدي منك توصيف للمشهد يلي هلا عم بتشوفه على الساحة اللبنانية. يعني مشهد كما بيقولوا أبوكاليبتيك، يعني هذا مشهد مثل يوم القيامة، يعني يوم الحشر. يعني من على الصعيد اللبناني، اللبناني مثل ما بتعرف الشعب منقسم على نفسه. للأسف نحن كلبنانيين عمالي نكره حالنا، ما بدي أقول نكره بعضنا لأنه أنت هو أنا، يعني أنا هو أنت، ما في يقول نكره بعضنا، نكره حالنا. إذا كرهتك يعني أكره نفسي عمليا. فبنكره حالنا واحد، ما عندنا أي فهم للشيء اللي عم، الأزمة اللي نحن عايشينها، جاهزين تكرار كل أخطائنا السابقة، موزعين مشتتين على معتقلات طائفية ومذهبية. والصورة بحب دايما أذكر بالصورة، المشهد يلي بيختصر كلوحة الواقع اللي نحن فيه. المشهد هو الآتي: من خلال وجودنا داخل معتقلات مذهبية وتشرذمنا، يعني الـ المعتقل الطائفي أو المذهبي حل مكان المتحد الاجتماعي، لأنه نحن بتعرف ما عاد في مجتمع لبناني، هذا انتهى المجتمع اللبناني، في شعب لبناني موزع على معتقلات. هلق الصورة هي الآتية: نحن كل مين موجود بمعتقله واضع طوق العبودية برقبته ومسلم الرسن لزعيمه، الزعيم حاطط طوق العبودية برقبته ومسلم الرسن للأجنبي، هذه دقيقة المسألة، والأجنبي حاطط طوق العبودية برقبته ومسلم الرسن للصهيونية. هذا هو الواقع. إذا نحن بلبنان عم نثبت يوم بعد يوم إنه لا قادرين نعمل سلم لحالنا، ولا قادرين أن ندافع عن حالنا بوجه الحرب التي تشن علينا، لأنه هنالك حرب تشن علينا في لبنان، وهذه الحرب متعددة الأوجه. يعني الحصار الاقتصادي هو يعتبر بلوكيوس، هذا أكت دو غير، هذا بموجب القانون الدولي، هذا فعل حربي وحرب عدوانية، هذه اللي عم نتعرض له، البلوكيوس اللي نحن نعيشه اليوم، الحصار الكامل هو حرب عدوانية علينا. جيد، هالحرب العدوانية عمليا تشن الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان، دمروا مصارفنا بعد ما كان كل البنية الاقتصادية للدولة صارت واهية، كانت للبنان بقي عندنا المصاري، دمروا القطاع المصرفي، سكتنا. لما سكتنا كلبنانيين إلا أنه أوكي مطالبات ما هي شيء بالقياس للجريمة الفظيعة التي ارتكبت بحقنا كشعب، يعني مجرد نقيق مطلبي، ومنظن حالنا أصحاب ثورة عمليا. ما اعترضنا الاعتراض الذي يستحق عملية النهب الفظيع اللي ارتكبته المصارف بحقنا والمصرف المركزي، يلي اثنينتهم حاكم المصرف المركزي أو جمعية المصارف تابعين للخارج،
هني منن عم يشتغلوا سياسي لبناني على الإطلاق، سياسي معادي للشعب اللبناني، بدليل نهبولنا كل مدخراتنا وأفقرونا بالكامل. في هذا الأمر سكتنا، شفونا ساكتين، فجرولنا المرفأ ب4 آب 2020. هذا التاريخ، هذا مثل تاريخ القنبلة النووية أيضا ب6 آب، اللي نزلت أول قنبلة نووية رموها الأمريكان على هيروشيما ثم على ناكازاكي. اللي صار بلبنان يعني برأي كل الخبراء الأجانب أنه في تفجير نووي صغير محدود ولكن خطير، وبنتائجه خطير، وللمستقبل خطير، للحاضر خطير. فشفونا أن نحن ما عمالين نتحرك، متابعين الحملة علينا الحصار، ونحن بعبقريتنا على أساس نحن عباقرة اللبنانيين، البلد الوحيد، الشعب الوحيد اللي يفرض الحصار على ذاته، بالإضافة لأنه مشرذمين موزعين على معتقلات مذهبية، فردنا الحصار على ذاتنا، على حالنا، من خلال القطيعة مع سوريا اللي هي الرئة الوحيدة التي من خلالها نتنفس يا صديقي. يعني على أساس أنه نحن عم ننفذ الأمر الأمريكاني بمحاصرة سوريا، عمليا حصرنا نفسنا. هذا بيذكرني أنه بالزمان كتب وزير الخارجية الأسبق الفرنسي اللي كان أثناء حرب 1973، ميشيل جوبير، وهو يعني أكفأ وزراء الخارجية في الغرب يعني بعد الحرب العالمية الثانية، قال أنه عند حصول حرب 73 وارتفاع سعر النفط، في جلسة إحدى جلسات مجلس الوزراء يقول وزير الاقتصاد والمال، كان يومتها جيسكار ديستان اللي أصبح فيما بعد رئيس جمهورية لعهد الرئيس بومبيدو، جالسين بمجلس الوزراء، يقترح جيسكار ديستان، بيقول إن لازم أن نشارك بقصف مناطق النفط بالجزيرة العربية إذا كان في قرار أمريكي بذلك. يجيبه الرئيس جورج بومبيدو بيقول له ما بيجوز أن نقصف أنفسنا، on se bombarde pas soi-même، قال له. فنحن عمليا على أساس نلبي رغبات الغرائز اللي عندنا يلي بتلتقي مع الأوامر التي تأتينا من الخارج أن قاطعوا واقطعوا أي علاقة بسوريا يلي هي الرئة الوحيدة اللي بنتنفس منها. فرحنا عملنا هالشي، هذا طلعنا عمليا حاصرنا أنفسنا، يعني نحن صرنا شركاء بمحاصرة أنفسنا، وهذه ظاهرة فريدة من نوعها بالعالم، أننا الشعب الوحيد يلي يحاصر نفسه. إذا نحن هذا الشعب المنقسم على نفسه لا ينتج سوى دولة جائرة وفاسدة، ودولتنا جائرة وفاسدة لأنها هي دولة أبارتايد، هي دولة فصل عنصري بالكامل، وبالتالي ليس فيها أي عدالة بين المواطنين، هي تراتبية بين المواطنين على قاعدة عنصرية، هذه القاعدة العنصرية هي من خلال التراتبية الطائفية والمذهبية. هذا الشيء اللي دائما بقوله، أن العبد الفقير مواطن درجة خامسة، هذا هو واقع لبنان. فنحن بهذا الظرف فاقدين للوعي، للوعي الإنساني أولاً، الوعي الوطني لم يعد موجود على الإطلاق للأكترية الساحقة للأسف، لأننا موزعون على معتقلات طائفية ومذهبية، ما بقى في شيء اسمه انتماء وطني، في انتماء للمعتقل الطائفي والمذهبي في ظل عدم وجود أساساً طوائف، لا يوجد طوائف بقى بلبنان، خلص في معتقلات، لأنه ما يحدث لا علاقة له بالدين، الطوائف لها علاقة بالأديان، ولكن نحن في حالة كفر بالدين، يعني ما في أي احترام للدين، نحن في معتقلات طائفية ومذهبية. لذلك الدولة كما هي، النظام متمسكين فيه، ندور بحلقات مفرغة، ما عندنا شيء نقدمه لحالنا،
راكدين هلق كيف بدنا نحصل على قروض جديدة، يعني على مديونية جديدة، يعني نعالج أزمة المديونية القاتلة بالمزيد من المديونية. وهذا يلي يعتبر أكبر جريمة ترتكبها الشعوب بحق نفسها يعني. وبالتالي عنا ناس كفاءات كبرى ما منريد أن نسمع لها. لبنان والحمد لله في كفاءات كبيرة. يعطيك مثل بسيط، شخص يعني مرجع المراجع بالمواضيع الاقتصادية والمالية مثل مثلا دكتور جورج قرم، حدا بيسأله رأيه مثلا بالدولة العظيمة هيدي، يعني في ظل هذا النظام المجرم، نظام التمييز العنصري الموجود مثلا. أعطيت مثل الدكتور جورج قرم، وألا لا يخلينا في غيره يعني، بس لأنه هو يعتبر يعني علم كبير ورمز كبير من رموز النزاهة في لبنان يعني. لا، ما بدهم يسمعوا رأي حدا يعني. وبالتالي كله نتيجة القرارات اللي بتجي بالخارج وتنفذ فعلا، يعني لا يوجد أي إرادة سيادية استقلالية حرة في لبنان، والكل شركاء فيها. وبقول لك إنه بالشيء اسمه الانقسام اللي كان موجود 14 و8، عمليا اثنينتهم وبأكثريتهم الساحقة خاضعين للإرادة الأمريكية، خاضعين بإرادتهم يعني مش غصب عنهم. طبعا الآن الصورة قاتمة جدا، لأن السياسيين الذين هربوا الأموال للخارج، هربوا العملة الصعبة، المخزون اللي كان بلبنان في البنوك اللبنانية من العملة الصعبة جرى تهريبه للخارج، يعني بعلم وبمعرفة من حاكم البنك المركزي اللي يتنكر يعني حلو انه ما يعرف شيء هو. يعني الأشياء اللي تم تهريبها للخارج اليوم، إذا كان عندهم هؤلاء السياسيين الحد الأدنى لهامش المناورة، اليوم فقدوه بالكامل، لأنه الأمريكي قالك حاططهم، منلاحظ على طول عم يحكي والفساد وبده يحارب الفساد ومسؤولية الكل إلى آخره، يعني عملياً بيهددهم إنه إذا حدا بيزيع عن خياله وبيبلش يفكر لبنانياً دغري بيطلعوا له ملفاته وبيحطوا يدهم على أمواله اللي موجودة بالخارج. وهيدي نتيجة يصل لها كل إنسان بيسلم أمره للخارج. ومعروف عنهم الأمريكان، إنه الأمريكان والاستعمار عموماً، إنه يستخدمون الأشخاص ويستخدمون النظم ويستخدمون الدول، ثم بيقرروا بس تخلص صلاحيتها بيرموها وبيحاكموها وبيهينوها وبيذلوها وبيسجنوا رموزها أيضا يعني. وبعتقد أنه لن نفلت من ذلك، هنالك مؤشرات كتير بالتصريحات اللي عم تصدر من الغربيين حول موضوع الفساد الموجود بلبنان. هذا الفساد يلي هني كانوا يرعون هذا الفساد وعارفين فيه وهم شركاء فيه وهم يشجعون عليه، ولكن اليوم كله بدهم يلعبوا دور سانت نيتوش، عرفت كيف؟ لأنه حققوا مبتغاهم. هذه هي الصورة المرعبة. ونحن بلبنان حالة شلل كامل، في فئة عمالة تنشط، هن الـ NGOs يلي هن بيشتغلوا، يعني طبعا أنا إذا بستثني فرح العطاء مثلا يلي بحييها وبحيي مؤسسها نقيب المحامين الإنسان الشريف الطيب، عرفت كيف؟ بس عدا عن ذلك هؤلاء NGOs اللي كل يوم مثل قطيع الصابون الشامبينيون الفطريات عمال ينبتوا، هؤلاء كلهم عمليا أوكار لصالح الأمريكان. على كل، بيجي تصور أنه المسؤول الأمريكي ديفيد هيل يعني من زمان بيشتغل بالملف اللبناني، هو يقول بصريح لساني أنه صاروا دافعين 10 مليارات دولار بلبنان، يعني مشتريين الكل يعني. في رشاوة
تمكنوا من رشوة الأكترية الساحقة. يعني هذا هو الوضع. بتحب أصف لك وضع البلد أكثر من هيك؟ حضرتك كنت عم بتقول دكتور حمادي قبل شوي أنه 48 أدار يأتمرون بالأمريكي، هل هذا يصح أيضا على الأموال؟ كان ديفيد هيل عم بيقول أنه أمريكا دفعت 10 مليارات دولار كمان بتشمل 48 أدار، ولا بس 14 أدار أو 48 أنا أدار؟ لا أو كل الناس هيك قصدي، لأنه أنت حطيتهم كلهم بسلة أمريكانية واحدة 48 أدار. إيه طبعا بلا شك إن الأكترية الساحقة منهم يعني اثنينتهم. لو إلا كيف يفسر إنه هون الطريق الصواب يمشوا بالطريق الخطأ على طول بما يرضي الأمريكان؟ يعني كيف يفسر هيك؟ إنه بلد بيكفي إنه يغمز الأمريكي حتى لننفذ نحن هون؟ ما إنه طبيعي. نعم طبيعي. أنا معك دكتور حمادي، إذا كان 48 يعني أدار مع الأمريكي. بدي أقول لك شغلي، لو كان في حد أدنى من الفهم، حد أدنى من الحرص على البلد، يعني حد الأدنى، أنا لا أقول بالحد الأقصى، والبلد نهب وكبار السياسيين نهبوا البلد، ولكن يتمتعون بقواعد شعبية عريضة جدا لأنه الشعب موالي لهم. يعني لذلك الشعب هو شريك أساسي بالمأساة التي تحل به. يعني انتبهت كيف؟ فعمليا فينا نعتبر نعم بأنه لو كان في الحد أدنى من المفهومية ينفتحوا على الدول المستعدة أن تتبادل السلع والكذا بلبنان بالعملة المحلية، وحين يبدأ اللبناني بخطوة جسورة من هذا النوع سوف تجد الاستعمار أول من الأمريكاني بيركض يضخ دولارات بالبلد، بيرجع فيه دولارات بالبلد آنذاك. ولكن إذا بيضل السلوك ذليل بهذا الشكل، يعني فعلا كتير خايف على لبنان، لأنه أؤمن بلبنان كوطن إلي بالوقت يلي مفهوم الوطنية للأسف أنه عمليا يختفي من المشهد. يعني أنا بدي أستفهم لبنان. بدي أستفهمه أكثر دكتور حميدي، هو وقت حضرتك كمان عم ترجع وقت قلت أنه 48 أدار بلا شك بأمرة الأمريكيين. طيب إذا اثنيناتهم بأمرة الأمريكيين عم بيحاربوا مين بلبنان؟ وإذا اثنيناتهم بأمرة الأمريكيين مين ضد الأمريكيين لكن صار بلبنان؟ هيدي المعركة على مين صارت إذا 48 أدار تحت رعاية ووصاية وأمرة واحتضان الأمريكيين؟ مين عم بيحاربهم لكن مين في بوجهن لكن بالبلد؟ عم بيحاربوا أشباح؟ أول شيء العبد الفقير مش عم بصر، يعني بعرف بس مشان هيك عم بستوضح منك أكثر، وضح لي الفكرة أمامي. إيه طبعا بدي أقول لك، أول شغلة الأمريكان عمالي بحاربوا لبنان لأنه المشروع الإسرائيلي والأمريكي الاستعماري عمالي يبدأ لبنان، خلص اعتبروا أنه ما بقى بيجوز أنه يكون موجود، لأنه المهم أن تعميم النموذج الصهيوني الإسرائيلي، يعني هذا نموذج أن الناس تعيش مع بعضها، وهذا لا لزمن تدمير المجتمعات. يعني هم حي اللي كان بيونيير الأول مين لفت النظر لهالشيء من قريب 40 سنة، وكتب وحاضر وفكر يوسف الأشقر، يعني الوقت اللي بعد المفكرجية اللي عنا ما شاء الله ما حدا شايفة بعد لهالشغلة هيدي ضاع. إذن هني بدهن إزالة لبنان. ما تنسى اليوم الخبر الأساسي شو؟ الخبر الأساسي هو تنفيذ برنامج نقل اليهود الأكراد من قاعدة إسرائيل العسكرية إلى كردستان العراق، وتوطين مكان مين؟
ما كان الأشوريين والكلدان، ما كان شعب حمورابي وشعب نبوخذ نصر يعني، يلي هن الأوائل وهن أقدم المسيحيين في العالم، لأنه في مخطط اقتلاع تدمير هالبلاد بدءا من اقتلاع اجتثاث المسيحية من جذورها ورمي المسيحيين في الخارج، هذا ما يحدث عمليا. فهني نعم هني بدون يعني نحن نهجر كلنا من بلادنا عبر اقفال سبل الحياة بوجوهنا، الأجيال الشابة تروح تترك يأسا وتلتحق بباقي المجتمعات وتخدم باقي المجتمعات مثل ما عم بيصير. نحن منفاخر بأننا منصدر أدمغة لأنه نحن عباقرة يا أخي، نعتبر أنه خسارة الأدمغة عنا هذا دليل أنه نحن بلد صناعي يصدر أدمغة. يعني أعطيني دماغ، ما هو ربنا خالق النخاع الدماغ منه للزينة، هذا لا نستخدمه يعني، بس احنا في قرار بعدم استخدام الدماغ يعني. وهذا لما بنقول اجتثاث المسيحية مثل ما عم يجتثوها من منطقة المشرق كلها، من سوريا الطبيعية كلها عم يجتثوا بدءا من مهد السيد المسيح، مثل ما عم بيعملوا عم بيشتغلوا ليصير نفس الشيء بلبنان، لذلك النزف 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 اللي حاصل. إذن هني بدهم تدمير لبنان أولا، بدهم القضاء على المقاومة، وهون بميز المقاومة عن كل الفرقاء بلبنان، المقاومة لأنه المقاومة ممكن تدافع عن لبنان بوجه إسرائيل، هذا بكل بساطة، عرفت كيف؟ وعدا عن ذلك لا، الكل لذلك أنه لا، طالما الكل معه لي عم تعمل هيك أمريكا، لأنه شيء اسمه لبنان منه موجود بقى بالخارطة الأمريكية، ما عاد موجود، بس نحن نصر على أن يبقى لبنان موجود إن رادت أمريكا أو عمرة ما تريد يعني. نحن ما بدنا نستأذن وجودنا من أمريكا على أرضنا يعني، لا ما مش بهذا الوارد. ولكن أصبح الذل يعني يسمى عندنا بالواقعية السياسية، هيدي المسألة. مشان هيك إذا يعني الكلام استتباعا للكلام اللي عم تقوله حضرتك، بدي أرجع لعدد تحولات تشرين الثاني 2020 وما قال حضرتك فيها المعنون الانفتاح على الشرق شرط التحرر من العبودية. بس بهذا المقال في الانترتيتر يلي محطوطين بالمقال القيمة تبعيتك مثل العادة دكتور حميدي، قاعدة العداء الثقافي للغرب والتبعية له في آن واحد هي التي تريح الاستعمار الغربي من سوريا إلى فلسطين فتركيا وكامل أوراسيا. من خصخص الدين وخصخص البشر من خلال العبودية كيف له أن لا يخصخص الاقتصاد؟ كمان الاستعمار الغربي الذي أدخل إلى منطقتنا منذ القرن 19 منظومة التدمير الذاتي الشامل المتمثلة بفيروس الطائفية والمذهبية لن يتخلى عن هذا السلاح الفتاك. وين عم بتشوف بعد هيدي تشرين الثاني 2020؟ مش من زمان كثير يعني، من 4 أشهر تقريبا، ما هيك دكتور؟ كيف ترى في الاقتصاد والدين خليني أقول الثقافة، كيف ترى استمرار وتمرس وترسيخ هذه المنظومة؟ وين عم بتشوفها هلأ؟ أولا يا سيدي الدين غير موجود لأنه ضحية مثل الفقراء في لبنان. بالزمان الله يرحم روحه السياسي اللبناني النزيه الشريف الوطني الكبير، الله ليك هالناس نترحم عليهم،
بذكرونا بلبنان اللي كانوا عاطينه نكهة وجودهم. الله يرحمه الأستاذ جان عزيز، للأجيال الشابة تعرف الإنسان اللبناني المثقف العالم الفقيه الكبير، الرجل النزيه القاضي النزيه كان قبل أن يصبح سياسي ويتسلم حقائب وزارية. وهذا الزمان لما كان بآخر أيامه بالمستشفى وقطعوا له إجري، صار معه غرغرينا، بيكتب أربع أبيات شعر بينهيهن بآخر بيت، بيقول فيه أنه جسمه كيف صار نحيل، قال صرت أوهى من حقوق الضعفاء. وهيك هذا الوضع هون بلبنان عمليا، حقوق الضعفاء هذا هو وضعه. ما عاد في شو اسمه الدين مسكين، الاتجار بالدين ما له دخل هذا بالدين، لا هون صرنا بالقلقلوي، يعني اللبنيز قلقلوي، يعني نعمل قلقلة بكل شيء. وظاهرة الاتجار بالدين يشجع عليها الاستعمار، طول عمره يشجع عليها الاستعمار. مرة ذكرت عند حضرتك بالبرنامج الكريم، ذكرت أنه كيف بالزمان فرنسا عندما دخلت إلى الجزائر، احتلت الجزائر في القرن التاسع عشر، وبدأت ملامح مقاومة تظهر، لجأت إلى بعض اللي اسمهم فقهاء يطلعوا فتاوى تحرم مقاتلة الاستعمار الفرنسي على أرض الجزائر. فاستغلال الشأن الديني عبر التلاعب بعقول الناس البسطاء لصالح ولغايات سياسية استعمارية، هذه طول عمرها موجودة وهي مستمرة اليوم، مستمرة. يعني كيف أطلع لينا الغربيين كيف إلهم عين، يعني خصوصا الأوروبيين منهم الأمريكان هونيك ما تسأل، يعني كيف أطلع لينا بداعش والنصرة، يعني شيء فظيع، يعني ورافعين أكبر كذبة يعرفها التاريخ يلي اسمها محاربة الإرهاب. عرفت كيف؟ كيف طلع علينا بهذا الشكل يعني؟ ف يعني اللي صاير عنا انه حط الدين على جنب لانه الدين مضطهد، ووضعه كوضع حقوق الضعفاء، يعني هذا وضع الدين دخيلك. ونحن كعلمانيين يعني عن قناعة وكناس متدينين وبالوقت نفسه علمانيين، مؤمنين بس علمانيين، نحن نعتبر أنه العلمانية هي اللي تحفظ كرامة الدين لأنه تمنع الاتجار به. إذا نحن في مسألة اتجار بالدين هون، سألتني أنه شو الوضع اليوم الديني في عملية اتجار مسكين الدين كحقوق الضعفاء، وضع الدين هذا واحد. بالنسبة يا سيدي لموضوع قبل ما نصل للاقتصاد، بدنا نحكي بالنظام النقدي الوطني يلي هو مدمر منذ أن جرى دولرة النقد بلبنان. يعني بتعرف أنه نحن عنا، لأنه ما عنا معرفة، يعني منظن أنه سيادة الدول بتكون بالعلم والنشيد والجيش السياسي والخطابات، وهيدي السيادة تبع الدول، في حين أنه سيادة الدول هي بأن يكون عندها نظام نقدي وطني إلها. لما بيصير في عملة أجنبية تصبح مثل العملة المحلية وتصبح هي عملة التداول ما بين الناس، الدولة أنذاك تكون قد فقدت سيادتها.
ونحن بلبنان مش واعيين لهالشيء هذا، منا واعيين ابدا. اذا نحن بلا سياده بالخالص، مدمر نقدنا، هيدي خطيره جدا، مدمر اقتصادنا، يعني نحن ارض مدمره بيئتنا، نحن بلاد فيها يعني بلاد كيف بدي اقول لك، بالاساس كلها خير، كلها مياه، نحن قصر من المياه. حين اتت وفد خبراء مائيين من جامعة ماكماستر الكندية سنة 1994 المختصة بقضايا المياه، وعملت درس وجردة للوضع المياه بلبنان، اكتشفت انه بال 1994 انه 85% من المياه الجوفية في لبنان ملوثة، وانه مفروض فورا البدء بالاعتناء بتنظيف المياه الجوفية، وذلك بيكون بتنظيف الطبيعة، يعني البيئة السطحية لسطح الأرض، وبالتالي المياه الأنهر ومياه الينابيع وإلى آخره، حتى لتوضح تنظف المياه الجوفية. لم يحدث شيء من هذا القبيل، وقالت ماكماستر أنه إذا جرى تنظيف ذلك فبحدود العام 2015 يصبح بإمكان لبنان أن يصدر مياه الشرب إلى الخارج، وأن يحقق ما لا يقل عن المليار دولار بالسنة من تصدير مياه الشرب. نحن لم نفعل شيء على الإطلاق. أين الأحزاب السياسية يا أخي؟ لا أرى أحزاب سياسية، في أحزاب سياسية، أين هي الأحزاب السياسية اللي مفروض تحرص على موضوع البيئة وتحافظ على البيئة وتعمل تهز الدنيا بالتظاهرات من أجل البيئة، من أجل أمنا الطبيعة، يعني من أجل الوطن الأم، يعني ما هو أين هم كل هذا؟ لأنه نحن شعب المنقسم على نفسه لا ينتج سوى دولة جائرة وفاسدة، لأنه نحن في ظل نظام أبارتايد ومحافظين عليه، هذا أحط أنواع الأنظمة، ونحن منسميه نظام العائلات الروحية، هذه الكذبة الكبيرة، عرفت كيف؟ وبالتالي لأن نحن ما في عدالة، ما في الحد الأدنى من العدالة ببلدنا، تفضل وين وصلنا؟ يعني اليوم كيف أجمل بيئة بأفضل مناخ بالعالم هي ربنا خلقه للبنان بهالنقطة الجغرافية. تصور البلد الوحيد يلي فيه انضباط بالتوزع المناخي على الفصول الأربعة، يعني هذا الانضباط انه البلد الوحيد بالعالم انه بتقدر اليوم نحن بشباط 2021 بقدر اعطي موعد لبال 2028 بكذا من شهر حزيران او تموز لعشاء في الطبيعة، وكون متأكد انه ما رح تشتي الدنيا وما رح يكون في برد بذلك النهار، لانه في التوازن المناخي يجري تدميره من خلال تدميرنا للبيئة. وخذ فكرة يا سيدي، أنه منذ 6 سنوات، يعني 2015 لما بدأت مسألة، انفجرت مسألة النفايات بلبنان، وعقد أول لقاء للحوار الوطني سمي، فأنه لإيجاد حل لموضوع النفايات، لليوم بعد ما في إيجاد حل، يعني كله عمال يتقهقر يتراجع، وكأنه ما في حدا بيريد أن يسأل، يعني لأنه في تبعية للغرب، تبعية للخارج، والخارج هكذا يريد. لذلك نعم الولايات المتحدة تريد إلغاء لبنان، ويتم القادة اللبنانيون ينفذون ذلك، يعني والشعب اللبناني بعد ما وعي انه هو كشعب مطلوب راسه، يعني يوالي. فلما بتكون يا سيدي انت
يعني بتبخل على حالك بالحرية. لقوي تحكي عن الحرية والسيادة والكذا وهذا، ما أنت عم تبخل على حالك بالحرية. أنت حريتك إنه يكون بلدك يا أخي نظيف من النفايات على القليل، يعني إنه يكون المياه اللي عندك قصر من المياه. لبنان يا أخي بنشتري مياه والمياه ما بتسوى وإلى آخره وهذا. فلذلك يعني وبالتالي بلد ضربت كل مقومات الدولة اللي فيه، هذا منا شغلة طبقة بسيطة ولن صدفة هيدي، ولا صدفة انه يجيبوا لك نازحين ويحطوهن ويقولوا لك غصب عنك بدك تقبل فيهن ويعطوهن ليبقوا على بالأرض، وقت اللي اللبنانيين عمال بيرحلوا والشباب اللبناني عمال يرحل عن لبنان. هيدي الجريمة الكبرى. دكتور تحولت اليوم قصة المصارف تحولت إلى أنه كم شخص بيتظاهر أنه بدنا من شان الدولار الطالبي. هذا هو الموت يا صديقي، هيك تموت الشعوب، هكذا تحتضر الشعوب. بالحديث عن موضوع النازحين اللي عم تتفضل فيه حضرتك، هلا طرقت له قائد القيادة المركزية الأمريكية جنرال كانت ماكنزي، قال إنه سيزور لبنان قريبا، وأعلن أن الأمريكيين يأمر أمر يقدرون ويشكرون اللبنانيين والدولة اللبنانية لأنها تستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري. 2.5 مليون، كان واحد عم بيقول مليون، واحد بيقول 1.5 مليون، اجى هو قالنا مليونين ونص. طيب من ميلة تاني بيقول مجتمعات المضيفة، الدول المضيفة لازم تدمج هؤلاء عند بالأمد المنظور. فإذا شفت كيف كان ماكنزي عم بيشكرنا أول شيء لأنه حاطين 2.5 مليون، بس بذات الوقت بكلام آخر بيقول هيدول جماعة لازم يندمجوا من الآن فصاعدا. بدي تعليقك، هل هذا مشروع حرب جديد في لبنان؟ طبعا طبعا. لكن شو هذا؟ هذا مشروع ديمومة عدم الاستقرار. يعني شو عن ديمومة عدم الاستقرار؟ بعد ما نهبوا كل شيء، دمروا مقومات الدولة، عرفت كيف؟ طبعا هلق يعني اكيد مشروع حروب هودي. وبالتالي لأنه ما عاد في دين، والدين صار وزنه كوزن حقوق الضعفاء، عرفت كيف؟ يتم عبر الاتجار بالدين تقليب شيعة على سنة وسنة على شيعة، وبعرف شو مسيحيين على مسلمين على مسيحيين وإلى آخره، والعباقرة عمالي بيشتغلوا، عرفت كيف؟ هذا الوضع. يعني فعلا إنه حبيت اسمع يا أمة الله من تجمع معين من والله لا، نحن بنداء لبنان عمالي نطرح الأشياء بكل بساطة، يعني بكل وضوح. بس حبيت شوف أحزاب، جمعيات تجرؤ أن تتداعى لتشوف كيف ممكن إنقاذ البلد إلى آخره. أبدا يعني حالة الاحتضار مرعبة مخيف. شو بدك تحكي؟ لتحكي يعني عم يجي الأستاذ ماكنزي بيقول هيك، الجنرال العظيم، بس لا نحن شو نقول؟ لا لا لا، ما لازم نكون مسكونين بعقدة ونظرية المؤامرة. لا 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 لا، هودي حاطينهم بلبنان لأنه بشار الأسد بفجرهم بقنابل الغاز وكذا تجليطات هيدي، عرفت كيف؟ إيه؟ وهن إلغاء لبنان مثل إلغاء سوريا أيضا. إيه؟ اليوم استوقفني كمان بالإضافة لقصة نقل الأكراد اليهود إلى كردستان العراق، إيه؟ وتوطين مكان الأشوريين والكلدان، تكون واضحة، والسريان واضحة تكون الصورة، إيه؟ لأنه علناً بإسرائيل قلوها.
يوم واضح انه عم بيقول الانجليزي انه لازم المشاركه بالقصف الجوي لسوريا. طب يلي عمالي بيحرقوا حقول الحبوب وحقول الاشجار المثمره الفواكه وحقول الخضار والكذا، كل شيء اسمه غذاء، لتجويع هذا البلد لتصير الحياه فيه لا يمكن ان تستمر. هودي اللي عم يعملوا هيك، هودي بدهم الخير إلنا، ونحن مجرد ما الواحد منهم بده يشرف يجي لهون ما نروح ننحني، لأنه الأذلاء ينحنون أمام هؤلاء، نوعية السياسيين اللي بينحنوا أمام هؤلاء، مش الناس الأشراف يعني. ليه؟ ويلي ما أنهم محتاجين للمال ليكونوا محترمين حالهم يعني، ولأنهم محتاجين للمال تيكون عندهم ولاء للبنان الوطن. نحن لا، ما بنركع أمامه لهذا الأجنبي الكريه المجرم العدو، هذا اللي عم يجي يلوث أرضنا المقدسة يعني، أرضنا اللبنانية المقدسة. فهودي هيك يعني، شو بتريد يعني؟ هذا هو الواقع. أين الشعب اللبناني يا أخي؟ أين هو الشعب اللبناني؟ يعني شيء بيوجع القلب كتير يعني، بيوجع القلب كتير. لأنه الصهيونية العربية يا صديقي أخذتنا بدربة يعني. إسرائيل اليوم عندها درع أساسي هو الصهيونية العربية، هو الدرع الأساسي لإسرائيل، الدرع الأساسي. لو شوية موقف في حد الأدنى من احترام الإنسان لإنسانيته. أنا أساساً مصطلح حقوق الإنسان ما بقى بستخدمه أبداً، لأنه العرب بهدل، الغرب بهدل شيء اسمه حقوق الإنسان، لأنه كله كذب، مثل ما الأعراب بهدلوا شيء اسمه الثورة والتحرير والكذا، بهدلوها. لا، أنا بقول قانون كرامة الإنسان، وتبدأ كرامة الإنسان بأنه نصف البشر ببلادنا اللي هن النساء يكون عندهم حقوقهم الكاملة، حقوقهم الكاملة كبشر محترمين يعني. كيف الحكي إهمال شيء اسمه الأنثى ببلادنا واحتقارها على صعيد حقوقها المدنية؟ لا تتمتع بحقوقها المدنية. حكيت عن زميلتنا سيدة ثريا عاصي، طيب بناتها الله يخلي لها إياهم بنات متفوقين ولبنانيين متطرفين بلبنانيتهم، وهي لها الحق أمهم تعطيهم الجنسية بالوطن الأم اللي اسمه لبنان. لا، رجعوا صبحوا ببلد منشأ والدهم بإيطاليا ليكفوا علمهم يمكن حياتهم، لأنه ما حارمينهم هوني، نظام الأبرتايد حارمهم من أنه يحملوا جنسية بلدهم وطنهم الأم، جنسية أمهم. هذا عم تشوف. فلما بهذا العالم العربي وببلدنا المرأة ما لها حقوق يعني، كيف بأي حاضر وأي مستقبل فيك تآمن؟ بأي حاضر وبأي مستقبل يا أخي؟ ما في محبة يا أخي، ما في إلا الكراهية، بين بيكره اللبناني حاله يعني. شو بالعام 1991، من 30 سنة على الأد، كتب السيد كريم بكرادوني كتابه المرجع لعنة وطن. بس أنا بدي أخذ مقطع صغير منه، بعتبره تلخيص لمعاناتنا ولمأساتنا ولهالتراجيديا المؤلمة اللي عم نعيشها. السيد كريم بيقول بصفحة 189 بكتابه لعنة وطن: عندما لا يقدر أن يتعايش المسلم والمسيحي
في لبنان فإنه لا يعود بالإمكان أن يتعايش المسيحي والمسيحي الآخر، ولا المسلم والمسلم الآخر. تبين أن الطائفة مهما عظمت لا تحل محل الوطن، وأن الميليشيات مهما تنظمت لا تحل محل الدولة. إن سقوط نموذج التعايش اللبناني هو بداية لعنة الوطن والتجارب القاسية. بعد 31 سنة، كان سبقها 15 سنة و16 سنة حرب، بعد 30 سنة تحديدا على هذا الكلام، يبدو أنه لم يتغير شيء في واقعنا دكتور حمادي. لا أبدا لم يتغير. تعتبر هيك؟ بتفكر حالك عم تقراهن هلأ هولي ولا من 30 سنة؟ أكيد أكيد أكيد، وعلى الأسوأ، نحن على أسوأ يعني. هيك نحن على رايحين على أسوأ، لأنه بثلاثين من 30 سنة ما قبل ما كان في بعد التنابذ داخل الطوائف بين المذاهب يعني. اليوم اللي شايفينه داخل الطوائف يعني التنابذ يعني، لأنه لما بيتراجع الدين هيك بيصير حبيبنا، عرفت كيف؟ ف يعني نحن فينا نعتبر انه نحن وكأنه هنالك من خلال التبعية العمياء للخارج، عرفت كيف؟ واللي صارت التبعية المصلحية يعني للخارج، في تبعية مصلحية على قاعدة المصالح يعني. يعني بتخون بلدك لك مصالح شخصية برا بتحافظ عليها، عرفت كيف؟ فبعتبر انه يعني التجربة اللبنانية عمالة تتلقى الطعنات وتنزف دما وتصارع من اجل البقاء، ولا من ما من احد يريد انقاذها يعني، خصوصا من هودي اللي بيضلوا يحكوا انه بدهم ينقذوها يعني. الله ينجينا منهم ومن تدخلاتهم، عرفت كيف؟ يعني فضيحة الفضائح، كانت فضيحة الفضائح الشيء اللي صار، قصة مبادرة رئيس ماكرون يعني فضيحة الفضائح يا أخي. تتذكر بعد الطائف صاروا دائما التصريحات تحت سقف الطائف، مش هيك؟ صحيح، كله هلا تحت سقف المبادرة الفرنسية. شو المبادرة الفرنسية؟ نروح لزيادة بالمديونية وما تبقى من ممتلكات لنا كشعب لبناني هي وقف عام للشعب اللبناني، مثل المرفأ ومثل المي ومثل هذا، انه يقرطوها وياخذوها يعني، ونحن بنصير على الارض. بدي اعطيك مثل، بدي اقرا لك نص صغير جدا يعني اذا سمحت. طبعا تفضل دكتور. اذا سمحت تفضل. بيقول يا سيدي ثالث رئيس للولايات المتحده أندرو جاكسون، اللي تعرف كان عنده صراع طويل عريض مع البنوك وطلع معه حق، فبيقول إن السيطرة على عملتنا والحصول على أموال مجتمعنا وجعل الآلاف من مواطنينا خاضعين للتبعية من شأنها أن تكون أكبر وأخطر بكثير من قوات العدو المسلحة. هذا الشيء اللي صاير هلق عنا نحن، هذا الشيء اللي صاير عنا هلق، صرنا بوضع العبودية الفعلية، نحن بوضع عبودية فعلية، والصراع لازم يكون للتحرر من هذه العبودية. لا يجوز يعني، لا يجوز، خصوصا أنه المنطقة، كانوا يضحكوني المفكرجية آخر زمان والمحللين العظام يحكوا دائما المنطقة مقبلة على تسويات كبرى وعلى في خطة سلام، يعني ما هي، لا هي مقبلة على المزيد من الحروب الطاحنة الطاحنة الطاحنة،
وبالتالي يا سيدي، هون بدي فاجئ الكل، يعني انه نحن بهيدي الجائحة يلي تطالنا كما تطال غيرنا، تطال الجميع. وبحب أكد للجميع أن انتبهوا، القصة كتير خطيرة هيدي، انتبهوا للوقاية، توقوا توقوا، لأنه انتقال العدوى مخيف. انتبهوا، لأنه الشيء اللي صاير هيدي حرب عالمية بالبكتيريا، بكتيريولوجيك، حرب جرثومية. هيدي الحرب الجرثومية يا أخي، بالمنتديات المغلقة اللي فيها القرار الدولي، مش عند الحكومات القرار الدولي، منتديات المغلقة اللي بتعملها أقطاب المصارف الكبرى يلي هي جزء من الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة، واللي هو مملوك من غير الأمريكان، يعني الأمريكان أقلية بملكيته يعني. والجمعيات المتصلة فيهم مثل نادي روما وبيلدربرغ وهودي، هذا في قرار بتخفيض عدد السكان بالحروب. لذلك لازم تشجيع الحروب دائما، ما بيجوز أن تتوقف الحروب بالعالم عشان ضرب عدد السكان. وأيضا بالجائحات وبالنشر الجراثيم والأوبئة، هذا شيء منصوص عنه. وهذا اليوم نحن غيرنا نتعرض له، لذلك يفترض بنا، معليش ولو متأخرين، بس ننتبه ونبلش نرتب دفاعاتنا للوقوف بهذه الجائحة، لو إلا رح تقيمنا كلنا. يعني بمعنى الكمامات، إذا في نوع من الكمامات يؤذي الرئتين، يترتب طريقة بينعمل كمامات مفيدة صديقة للصحة للجسم، عرفت كيف؟ إذا في أشياء، والله في أدوية تقليدية مفيدة إلى آخره، لا، نحن ما فينا نغمض عنينا ونركض وراء. بده يسمح لي فيها هون وزير الصحة، يعني بده يسمح لي فيها كتير، أنا من اللي نغشوا فيه أساسا، بده يسمح لنا فيها. مش كل شيء بتقوله منظمة الصحة العالمية مظبوط، أبدا أبدا على الإطلاق. إذا في مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة فاسدة مفسدة، هي منظمة الصحة العالمية، مش كل شيء بتقوله بيكون مظبوط ونتقيد بأوامرها، لا أبدا. يعني في أبحاث وفي شغل وفي دراسات عملته دول وعملينه بروفيسورية عظام وإلى آخره، لمواجهة هذه الجائحة يلي هي موجودة وخطيرة جدا. وأكثر شغلة تخدم مؤامرة الحرب البكتيرية الجرثومية هو الظن أنه لا، هيدي تجليطة ومش صحيح وإلى آخره، لا هي صحيحة. لذلك بدنا نكون كتير منتبهين، يعني بدنا نكون كتير منتبهين بأي لقاح ناخد وإلى آخره. وهذا مش مثل ما بيقرروا لنا برا بعدين، لازم انه ما يكون في عقبات تنوضع امام استيراد اللقاحات من الخارج، لازم يكون في تحكم باسعارها ايضا. بس تجي لهون، مفروض يكون في تسهيل لاستيراد اللقاحات. يا اخي بدنا نتلقح يا عمي، نحن بدنا اللقاح، يعني على الطريقه اللي معتمدينا وزارة الصحة، عرفت كيف؟ وهذا لا، هذه ما شغلي ما بتليمنا. يعني بدكن تفتحوا واسعا باب الاستيراد اللقاحات، وعلى أن يكون هنالك تحكم بالسعر، لحتى الإنسان الفقير قبل المرتاح يقدر أنه يأخذ اللقاح اللي إله. يعني
ما بيجوز ما بيجوز. عم تسمع عن عم تسمع دكتور عن كارتلات و ايه طبعا مافيات بلشت تتشكل من هلا للاستئثار واحتكار موضوع اللقاحات اولا طبعًا. تانيا اللقاحات عم توصل بكميات قليله، ما بدنا نظلم ونقول هلا من هلا انه قليله، لكن اذا على المعدل هيدا كل شهر 25000 و50000 يعني عندك 8 9 ملايين لبناني ومقيم على الارض اللبنانيه، بتروح معك سنتين بالقليله حتى يتم تلقيح كل المفروض يعني 70 او 80% بيكون تلقح نصهم بالكورونا واتكلوا يعني قبل ما يتكلوا على اللقاح. في شغلات عم بتصير انه يا يعني نحن بنتحكم باللقاح يا اما نفلت عليكم الكورونا. الى هذا الحد عم بتصير القضيه بهذا التفكير الاجرامي. في عم تسمع شيء هيك من هالنوع ولا في مبالغه؟ في كتير حكي بالبلد، ما بقدر دغري اتبنى اذا ما كان عندي شيء مستمسك بايدي. نعم اللي بعرف انه في ما في تسريع لعمليه الاستيراد اللقاحات من روسيا من الصين، لاي الدوله اللبنانيه ما بتتصل بالدوله الصينيه يعني يعني معليش بدي اقول لك مساله الاحتكار، هيدا وضع مثل هلق ما بدا رئيس حكومي مثل الدكتور دياب اسمح لنا فيها يعني، كمان ما بعمري قبضته عن جد يعني، هي بدا رئيس حكومي من نوع سامي بيك الصلح. كيف واجه الاحتكار بالدواء بالغذاء سنه 1941 عرفت كيف؟ وكيف أعلنهم خاطبهم مباشرة وعبر الإعلام لكل المحتكرين، يا أما هلق تفتحوا المستودعات أو أنا اللي بدي شهر فيكم، وكسرهم تكسير يعني للاحتكاريين. هيدي بدها ناس من هالنوع، مش بدها من النوع الموجود أو رؤساء حكومات من المتمولين يعني. يا أخي بالزمان سامي بيك الصلح اسمه بي الفقير يعني، اليوم صار ممنوع يكون إنسان فقير يعمل رئيس حكومي، صار نادي للأثرياء اللي ثرواته هائلة يعني كمان، ولكن بتقول إنه الشعب اللبناني هكذا اختار. والمشكلة عنا هي مشكلة وعي الإنسان لحقوقه يعني، إنه إلنا حق أن نكون أحرار في بلد حر. إذا بتسمح لي ناخذ بريك دكتور حمادي، ناخذ بريك ونرجع نتابع مع حضرتك مع المشاهدين الكرام هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مع الدكتور حسن حميدي الباحث والكاتب السياسي وعبر تطبيق زوم من بيروت مع الدكتور حسن حميدي. اهلا وسهلا فيك مجددا دكتور حميدي عزيزنا. الله يخليك. دكتور حميدي نعم، يلاحظ انه قبل ما ناخذ البريك حضرتك عم تحكي عن المبادرة الفرنسية، كانوا يقولوا قبل كانوا كلهم تحت سقف الطائف هلأ تحت سقف المبادرة الفرنسية. المهم بالموضوع أنه الفرنسيين يبدو استسلموا وأحبطوا ورفعوا العشرة. في شغلتين أو أكثر يلاحظوا بكل تحرك فرنسي أو أوروبي تجاه الشرق الأوسط وتحديدا تجاه لبنان. أول من ينبري لمحاصرة واحتواء وإنهاء هذا التحرك بيكون الأمريكان. الطرف الثاني يلي يتفرج لكن تفرج من موقع الغير المشجع، بمعنى كمان لا يستحب ولا يستسيغ نظرا إلى العلاقة المتوترة مع أوروبا، ونعني روسيا. في عقوبات أوروبية على روسيا وأكيد عقوبات أمريكانية، لكن الأمريكان الروس والأوروبي منهم طيبات يعني، بس يجوا الأوروبية وتحديدا الفرنسيين
بيتكسروا من الأمريكان، بيتكسروا من الروس، وبتفشل كل مبادراتهم. بينما بموضوع اللاجئين الروس ما عم بيخلوا حدا يفوت لعندهم، معروف شو وضعهم. الأمريكان جزيرة كبيرة، قارة، ما فيهم يوصلوا لعندهم. يعني لا في لاجئين بأمريكا، عم نحكي عن موضوع اللاجئين من الشرق الأوسط وكمان السوريين، بس عم نحكي اللاجئين ككل. والروس مسكرين حدودهم، وهوليك بدك توصل تقطع البحر لتوصل لعندهم، عم يروحوا كلهم على أوروبا. يعني مبادرات أوروبا بالشرق الأوسط وتحديدا فرنسا عم تفشل، لكن الروس والأمريكيين عم بينجحوا بنقل مشكلة اللاجئين إلى قلب أوروبا وتحديدا فرنسا. واليوم عم نسمع بشيء اسمه مشكلة الحالة، المعضلة الحالة والإسلامية في أوروبا وتحديدا في فرنسا. بدي قراءتك إذا بتسمح، لأنه هيدي كلها بعده عم بقول ماكنزي، كنا فاكرين في مليون، مليون ونص، ماكنزي طلع الرقم تبعه مليونين ونص مليون سوري بلبنان. تفضل دكتور حميدي. طبعا والجنرالات الأمريكان يبدو أصدق بكتير من السياسيين الأمريكان. الجنرالات الأمريكان مثلا ماكنزي، هلق الرقم اللي قدمه الجنرال ماكنزي ذكرني بالرقم يلي كان قدمه الأدميرال جيمس كلابر، يلي قال إنه في بالوقت يلي بكل حرب أفغانستان دخل 35 ألف مجاهد من العالم على أفغانستان، سماهم مجاهد. بيقول أما بالنسبة لسوريا فاللي دخلوا 180 ألف مجاهد أجنبي دخلوا على سوريا، و60% منهم عبروا عبر الأراضي التركية. أو بيقولوا لك أنه حرب داخلية بسوريا، يعني لما بيكون في 180 ألف أجنبي بيروحوا قال يعملوا الجهاد بسوريا. يعني فلذلك بنستغرب كيف عم بيتم الفتك بمقومات الدولة السورية، وكيف ما شاء الله اللي اسمها المعارضة السورية اللي بيردوا على حالهم يضلهم هني ستار يغطي الدمار اللي عم يعملوا الأجنبي ببلادهم. يعني شيء من أحقر ما يكون. يعني على كل إيه طبعا قال هيك شو اسمه. هون بحب أقول لك بالنسبة لموضوع المسلمين بأوروبا، وهي قصة موضوع في إشكالية طويلة عريضة، يعني بتدخل فيها الإرث الاستعماري، وتدخل فيها التخلف يلي بالمدن الأحزمة، أحزمة البؤس يلي حول المدن الأوروبية الكبرى، وبتدخل فيها خداع الحكومات وعدم إجراء عملية استيعاب فعلي لأعداد اللي أصبحوا دخلوا على الأراضي، اللي دخلوا منذ مئات السنين، منذ مش مئات السنين بس منذ مئات سنة، وهذا ما في استيعاب لهم. يعني في مهاجرين جيل رابع يعني بعدهم يعانون الأمرين من الاضطهاد وفي تمييز عنصري وفي في 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 في, في, في لأن النظم هونيك بعد العقلية الاستعمارية، العقلية العنصرية بعدها هي الغالبة. يعني طبعا في مفكرين وفي ناس كتير طيبين يرفضوا هذه العنصرية، ولكن سياسة الحكومات كتير بعيدة عن الإرادات الشعبية. واليوم أكثر من أي وقت مضى ما عاد بقى فيه ذاك الخيط الذي يوصل القواعد الشعبية مع السلطات الحاكمة، ما عاد فيه. الأحزاب ضربت كلها، النقابات ضربت، زائد على ذلك لأن السلطة عمليا لم تعد داخل الحكومات، السلطة في بيوت المال، السلطة موجودة في بيوت المال، هذه هي الحقيقة. صار في محاولة تحرر من هذا الوضع قام فيه الجنرال دوغول بالستينات من القرن الماضي، وجرى إجهاضة من قبل الأمريكان، عملوا له ثورة ملونة إلى آخره بالداخل 1968.
وبعد ما مات اجا وريثه الشرعي جورج بومبيدو، هو اللي قضى على الدوغولي سنة 1973 لما سحب من البنك المركزي الفرنسي امتياز إصدار العملة وأعطاها للبنوك الخاصة كونسورسيوم يترأسه بنك روتشيلد، يعني هو كان يشتغل عند روتشيلد مثل الأستاذ ماكرون كان يشتغل عند روتشيلد. إذن من يقرر سياسة هذه الدول عمليا تقررها بيوت المال، هيدي تكون وبيوت المال هي اليوم اتجاهها لشو؟ لشيء اسمه الحكومة العالمية، ما لازم نضيعها على الإطلاق يعني. لذلك هن دمروا الأحزاب السياسية. إيطاليا يا عمي، معقول الحزب الشيوعي الإيطالي العظيم حزب جرامشي عاد موجود يا أخي يعني، ومثله ومتايل بفرنسا وبألمانيا وإلى آخره. وهذا نتيجة أنه طول عمرهم الأمريكان، مش اليوم، طول عمره سلطة المال، سلطة البنوك، حتى لما نقول سلطة دولة الولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي خاضعة أيضا لسلطة البنوك منذ أن نشأ شيء اسمه احتياطي فيدرالي، بنوك خاصة هي التي تطبع الدولار. دولار مش بإيد الحكومة الأمريكية، دولار بإيد البنوك الخاصة منذ زمان. هودي البنوك هن يلي أوصلوا هتلر إلى الحكم بألمانيا، عرفت كيف؟ هن كان عندهم حصان طروادة بالثورة البولشيفية اللي اسمه تروتسكي اللي كان يشتغل إلهم، هو اللي سرق أما النهب كل ثروة روسيا من الذهب وبعتها للغرب، هو تروتسكي يعني، عرفت كيف؟ واليهود هون من دون ما يشعر لينين، حرام، لينين كان رجل ثوري وآدمي وهذا، ولكن تصور أعطي بس مثل إنه كيف بألمانيا، مش الألماني الحاكم، عائلة يهودية كبيرة من أصحاب البنوك كذا تابعين لبيت روتشيلد، بيت واربورغ، بول واربورغ كان هو أخذ جنسية أمريكية وعنده أكبر بنوك بألمانيا ويؤثر بحياة الاقتصادية والمالية الألمانية، وأخوه ماكس كان رئيس المخابرات الألمانية. أما مرور القطار يلي ينقل لينين إلى روسيا لأنه بده، صحيح، وكان الاتفاق أنه القطار بيتسكر وبينحط ستائر حديدية عليه مشان ما يقول أنه لينين عبر بالأراضي الألمانية وتعاطى معه للألمان واحتك فيهم بالوقت كانت بلاده عم تخوض حرب مع ألمانيا. حكومات مش هي، نعم، حكومات مش هي اللي بتدير عمليا، هي القوى الخفية عمليا هي اللي عمالي بتدير، وطول عمرها مشكلة الديمقراطيين بأوروبا هي معركة مع هذه القوى الخفية. إذن هذه القوى الخفية بهمة كتير أنه ينشأ بي دول العالم الثالث، دول المصدرة بسموها المصدرة لليد العاملة الرخيصة اللي الغلبي فيها لا من اسمه المسلمين، بهمهم كتير انه بيوت المال انه يجوا هودي على اوروبا ويعملوا مشكل باوروبا، لانه عملية الاخضاع والقضاء على الدول القومية تم ضربة هونيك، يتم ضرب عبر الاتحاد الأوروبي يعني. فهذا موضوع، هذا موضوع خاضع لهالنوع من التناتش يعني ما بين خيار الحكومة العالمية وخيار الحكومات القومية. هذا بدنا نحطه هيك، التحليل التقليدي الكلاسيكي وإلى آخره هذا نحطه على جنب لأن ثبت إنه مش مزبوط، مش صحيح يعني على الإطلاق مش صحيح. فبالنهاية بدي أقول لك مثلا هون في شغلي قبل ما وصل لهوديك، هلا قلني أوكي إيه بدون هودي، مش بس تبا يروحوا إنه النازحين، مش بس تبا يروحوا على أوروبا، في عملية إنهاء للكيان اللبناني وللخصوصية اللبنانية. أخوان بدنا نشوف هيدي قبل ما نشوف شو مخطط لأوروبا، بدنا نشوف هيدي هل بيسوى أن نوافق عليها يا أخوان يا أيها اللبنانيون؟
هل بيسوى أن نوافق على ذلك؟ يعني شو بعد في يعني شغلي فظيعة. بدي خبرك شغلي، الرئيس لحود، وأنا مني مع حدا الله يخليك من السياسيين اللبنانيين والرؤساء، لأنه بالنسبة للكل أنا طالما ما حدا حارب الأبرتايد يلي أعاني منه كمواطن لبناني أؤمن بالمواطنية، عندي مسافة من الكل، يعني إنسان حر. بس لما الرئيس لحود غلط وأحكى بالقرار 194 يلي فيه توافق عربي إنه حدا فيه بسيرته، يعني حق العودة والحصول على تعويض للفلسطينيين، لأنه أثار ذلك هو خلص صارت كل هذا لينشال، هذا أمر ممنوع هذا بالنسبة هذه للاستعمار. بالقمة العربية ببيروت 2002، ما هي طبعا إصراره على إدراج حق العودة طبعا في طبعا مندرجات بيان القمة، في قرارات وفضح القمة، وفضح مخطط وصار مشكل كبير يعني. لأنه كان يقضي بأنه لا يدرج هذا الموضوع، صحيح صحيح، ولكن ما له حق رئيس لبنان أنه يكون عنده خيار لبناني. واضح بهالخطورة المسألة هذه يا صديقي. هلأ بدي أقول لك شغلة، فمسألة موقف الغرب من النازحين، إذن مش قصة لمنعهم، هذيك تجي درجة تانية، ولكن لإنهاء لبنان. هل نحن عمالي نقارب هذا الموضوع بما يستحقه من جدية؟ لا، على الإطلاق. أين الأحزاب يا أخوان؟ ما في أحزاب، سيناس راديو. أين النقابة؟ عب سلامتك يا رجال الفكر العظماء، ما في أجهزة إعلام تحت حذاء أصحاب البنوك. هاي هي، عرفت كيف يا صديقي؟ هذه حقائق. يعني بده يكون عندنا الإرادة أن نقول كما هي، يعني كما هي بدنا نقولها. سياسة جمعية المصارف سياسة غير لبنانية، بدليل لك وين وضعنا نحن كلبنانيين، لك كيف تم إفقارنا سرقتنا. زائد على ذلك كل يلي بهمهم انه سياسة أمريكا وأمريكا وأمريكا وأمريكا، عم نشوفهم عم يركضوا ويدخلوا اللقاح الصيني بالتهريب على لبنان. سياسيين كبار ويجيبوه ويعطوه لمين؟ يعطوه لاصدقائهم ولكذا والى اخره، يامنوا حالهم باللقاح الصيني لانه ما يامنوا لفايزر. واضح هالشيء هذا؟ غير كنت عم بسألك عنه، في عملية تهريب احتكار إلى الداخل اللقاح. اللبناني باللقاحات. يا أخي عاد خليه يصير يكتر، الله يخليك، إن شاء الله يكتر هذا التهريب، يصير في لقاحات، لأنه يعني بدنا نتلقح يا أخي. طيب بدنا نحمي حالنا، لأنه هيدي حرب بكتيريولوجية جرى إعدادها داخل ال 25، انتبه مضبوط، ما بتعرفهم أساسا، 25 مختبر بكتيريولوجيك امريكاني زارعين بالعالم، ولا موزعينه بالعالم. طيب ليه ما بيكونوا هو بالولايات المتحده يشتغل؟ ليه موزعينه بالعالم يا اخوان؟ ممنوع الدخول عليهم. الصحفيه اللي فضحت شو اسمه بالمختبر اللي عملوه بجورجيا، اشتبكت معهم وطلعت صور والى اخره، قتلت. شو مفكرين يعني؟ طب ما هودي، وين حضور هذه المشاكل بالإعلام عندنا وعند غيرنا؟ لا، الإعلام هو ستار حديدي. مش صحيح أنه منبر حريات أبدا، هذه كذبة كبيرة، يكذبوا على اللي بيمشي عليهم، اللي بيمشي عليهم هالنوع من الكذب. يعني الإعلام هو الستار الحديدي، الغرب هو معسكر الستار الحديدي، والستار الحديدي هو الإعلام، ومن يملك الإعلام هي البنوك. بترجع لهون الأمور يعني، وهذه مسألة الحرية، الصراع بين الحرية والعبودية. بس أرجوكم انتبهوا، تهريب اللي عم يجي على لبنان
أنا مع تعزيز هذا التهريب، لأنه كل ما لبناني الطعم بلقاح كويس كأني أنا الطعام، إن كنت بتفاهم معه سياسياً أو بختلف معه سياسياً أو كذا. المهم أنه نحصن مجتمعنا بهالحرب الجرثومية التي تشن علينا وعلى غيرنا، كيف مثلاً بالحرب التقليدية أنه في الملاجئ، بعدين لما صار استخدام السلاح النووي صار في ملاجئ نووية. كذلك الأمر هون بده يكون عندنا احتياطات للحرب الجرثومية، وبدنا عقول الشباب اللي عندنا، والله عندنا كفاءات من أرفع ما يكون، حرام تستفيد منهم مصانع الغرب وكذا وإلى آخره، حرام. بيعطيك مثل بسيط يا أخي، حضرتك تعرف يا أستاذي تعرف كتير منيح، بس جيل الشباب بهمني. مش اليوم يحكى كتير عن موضوع الأسلحة، عن موضوع الأسلحة، الصواريخ والصواريخ الدقيقة والغير دقيقة والإلى آخره. يا أخي بأول الستينات، أنا أذكر أولاد كنت أول الستينات، طلاب بجامعة هيجازيان الله يبارك فيهم عملوا صاروخ أرس، بلشوا ينتجوا صواريخ، ووزارة الدفاع تعاونت معهم أيضا. إجا التحذير من الأمريكان، ممنوع لبنان، شوف أنتوا شو فايتين، فايتين تصيروا تنتجوا صواريخ وكذا وإلى آخره، هذا ممنوع لأنه هذا بيضر بإسرائيل. يعني هذا هيك وسياسة الانصياع لعنا. أنت بتعرف أنه منذ زمن الرئيس شارل الحلو، منذ زمن الرئيس شارل الحلو صار في شيء اسمه ضابط ارتباط، هذا بالسر، بين رئاسة الجمهورية والسفارة الأمريكية. وأول ضابط ارتباط كان الوزير الله يرحمه، الوزير فؤاد بطرس، هلا قل لي مين، بعرفش مين، بس إنه دائما صار في ضابط للوشوشي يجي التبليغ. يعني هذه التبعية العمية مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء، يعني مش مبينة معهم، كرمالهم عم ندمر بلدنا، عم نخون بلدنا، ما مبين معهم، كرمالهم عم بيدعسوا فينا. لأنه يعني طبعاً لما أنت من يهن يسهل الهوان عليه، لما أنت بتستخف بأمن بلدك ما حدا رح يجي يشتغل لأمن بلدك عنك، يعني بيصيروا بيستهلكوك أكتر وأكتر، تصدق لهم قل لهم لا، بتشوف كيف بيغيروا، مثل البسينات بيغيروا. يعني قبل ما نختم، إذا بتسمح لي دكتور حمادي، في أسألك شو اللي مخوفك أكتر شيء بالوضع الراهن هلأ حاليا، ومن شو خايف يصير؟ الوباء أولا، المجاعة هذه أكيد، الفتن هذا اللي قلق كتير على هالشيء. هذا ما بقى عندنا مخارج؟ ما بقى في، فقدنا القدرة على ابتكار المخارج والحلول؟ نحن لازم نبتكر، لأنه ما حدا رح يهدينا الحل. هيك قصدي، نحن طبعا ونحن لازم ننقذ جيل الشباب، أنه ما يترك لبنان ويفل. يا أخي حرام. في قول لأنطون سعادي بيقول: إن لم تكونوا أنتم أحرارا من أمة حرة فحريات الأمم عار عليكم. يا أخي لا، بدنا نحب لبنان وطننا، هذا بدنا نبقى فيه، بدنا نبقى فيه، ومش بإن نتوسل الآدمية من الحكام. حكام عملوا عطونا اللي بيعرفوا يعطونا إياه، النظام المتمسكين فيه ليك شو أعطانا، هذا ما بيعطينا غير هيك، هذا النظام هذا اللي بيعطينا إياه. يعني العبد الفقير بيقول لي: أنت مواطن درجة خامسة، لأنه مكتوب على هذا أنك أنت درزي إذا أنت مواطن درجة خامسة، أنت لا تؤتمن على شيء بالبلد. هذا الشيء مش مقبول يا أخوان. بده يكون عندنا كرامة، وبده يكون عندنا شوية حد أدنى من الأخلاق وحد أدنى من الدين. بده يكون عندنا هذا، لذلك أنا عندي هذا القلق، قلق كبير 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 كبير.
بعرف أن طريقة يمكن حلقتنا مش هي طريقة التحليل السياسي المتعارف عليه اللي لا هو أحسن هيك اللي أحسن هو أحسن ليل هو زفت يعني، مش كل مظبوط هالقد عم نشوف الحقائق وعم نتناولها يعني، مش كل صح هالقد عم نشوف بالتحليلات تبعنا أبدا، مش عم نشوف شيء يعني. لا، مطلوب تغيير كامل بالمقاربة. نحن بلد في قرار بإزالته، إذا ما حسينا أنه تدمير القطاع المصرفي وتفجير المرفأ بهذا الشكل، وما في دولة قبلت أن تعطينا صور للساتلايت عن وضع مكان الجريمة صح. الكبرى يعني. بس يعطوك عن جريمة اغتيال رئيس رئيس الحريري الولايات بيعطوك عن المتحدة تفجير الأمريكية، المرفأ. نعم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال بعظم لسانه أن هذه جريمة وهذا اعتداء. الاعتداء، ترامب ولو قال هذا اعتداء. أول شغلة منبلش نركز على هالموضوع بخدها. أنا هيدي بطلب أنه ببعت وفد من القضاة وفد على البيت الأبيض يروحوا يسألوا. لاحظ انه الاداره الامريكيه تاني يوم ووزاره الدفاع الامريكيه قالت هذا اجتهاد بناء على معطيات تقنيه والمعطيات المتوافره، خلته للرئيس ترامب يخرج بهذا الاستنتاج، تنصلوا منه وخلوه يغير كانه انه كلامه هذا شو بدكم فيه، هذا استنتاج شخصي، رئيس امريكا عم يستنتج من عنده، اعتبره هني انه عم على كل يستنتج من عنده، هيدي مش معطيات رسميه انه على كل اعتداء وتفجير، بهدلوا حالهم هو اعتبر الامريكان. عمل حربي الرئيس ترامب. ايه طبعا، مظبوط، اعتبر تفجير بحبوا المرفأ او عمل حربي. بحبوا لترامب طبعا، انا بكرههم لكلهم بحتقرهم يعني، هودي اعدائنا وهودي ما عندهم اي خير للانسانيه بيطلع منهم، ولكن بالنهايه اذا بدي احكي سياسي وواقعي، هذا رئيس دوله اسمها الولايات المتحده الامريكيه بيقول هذا الكلام. اول شغله بدي أعرف شو القصة حول هالموضوع، شو هذا، إذا في رجال. هيدي الدكتور ختام، لماذا لا يجرؤ أحد في لبنان من 8 و14 من الكل، لماذا لا يجرؤ أحد على القول أنه هذا تفجير واتهام أحد ما مش عم حدد؟ لا، لماذا لا يجرؤ أحد على الخروج إلى اللبنانيين ويقول لهم فلان يتحمل؟ لماذا ترتضي الدولة اللبنانية على رغم مسؤوليتها لكن بلعت هذه الجريمة، بلعتها يعني حطتها فيها وأكلت الخطيئة مثل ما بيقولوا بالتعبير المتعارف عليه، أنه أكلتها لإلها وعرفي إنه ممكن تكون بغير محل. لماذا؟ ليش ما عم بيكشفوا؟ ليش ما عم بيسترجوا يقولوا إنه هذا تفجير؟ لأنه في فائض بالولاء للوطن. من كتر الولاء للوطن ما حد عم يتجرأ يقول شيء. للوطن؟ لما للخارج؟ ما فهمت عليك. لا للوطن. هلا اللي ما عم بيسترجوا يقولوا انه هذا تفجير يكونوا عم بيعملوا هلا ولا بيكونوا؟ لا طبعا نتيجة الولاء للخير، انا عم بسخر يعني. اوكي عفوا، انا حقك عليك من كتر الولاء عن بعيد مش عم شوفك من كتر الولاء للوطن. اوكي اعذرني، بس حرام لبنان يا اخي، اعذرني، نحن اصحاب البلاد الاصليين، نحن متمسكين بلبنان، نحن ما عندنا اي استعداد للتخلي عن لبنان، خلي يعرف القاسي والداني، لن نتخلى عن لبنان، ما رح نعطيه لا لإسرائيل ولا غير إسرائيل للبنان، بكل بساطة يعني، بكل بساطة يعني. دكتور حسن حميدي، أنا بدي أشكرك، وإن شاء الله لك. إلى اللقاء قريبا، نحن وإياك بنشوفك بإذن الله بخير وتضل بخير، وتحية كمان مجددا للزميل العزيز سوريا عاصي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.